السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة إن شاء الله معاكم في الجزء الثاني من حلقة أسطورية بفضل الله تعالى من قلب سوق جمعة بالسيدة عائشة بأسعار الحيوانات النادرة واللي مش هتلاقوها في أي مكان تاني. اتفرجنا في الجزء الأول على مجموعة من الحيوانات النادرة اللي محدش شافها يمكن قبل كده، والنهاردة مستمرين معاكم في الجزء الثاني، ويا رب الحلقة تنال إعجاب حضراتكم. واللي ما شافش الجزء الأول يا جماعة يا ريت يرجع يشوفه لأنه كان حاجة بوم، بس بعد ما نشوف الحلقة دي طبعا، لان حلقة فضل الله يعني اسطورية وحصرية، ومهما اقول فيها يعني مش هديها حقها، ولكن التقييم في الاخر بيرجع لحضراتكم. ما تنسوش تفعلوا الاشتراك وتضغطوا على زرار تلقي كل الاشعارات الخاص بالقناة عشان يوصل لحضراتكم فيديوهاتنا اول باول. لايك وشير لو بيعجبكم محتوانا عشان بيساعدنا جدا. وندخل على الحلقة على طول. انا على فكرة بس اخر حاجة كان جالي مؤخرا كومنت، ان شاء الله يا اسلام مستنين الجوائز لما توصل ان شاء الله 200 الف، وانا وعد مني وكلمه قدام حضراتكم اول ما ان شاء الله هنوصل للرقم دون هوزع جوائز على اهل القناه ونبدا حلقتنا. معلش لو طولت عليكم بس معزتكم ومحبتكم عندي. احمد باشا الحاوي حبيب قلبي منور، نور الدنيا يا قلب اخوك، قلبي نور على نفذ الزراعي بقى. الله اكبر ما شاء الله اخونا، بس استنى يا قلب اخوك على تعبك. دي على نفذ هنا 200 ما شاء الله، زوار سوق جوه من كل دول العالم. أجنبي. معانا بعد كده يا ابو حميد الام في الزراعي ما شاء الله، ده ام في الزراعي ما شاء الله، بياكل اي حاجه كان زبال وبياكل السموم. ام في طبعا نصاير، ام في طبعا من السم شوك اهوت، مش بيعور ولا بيعمل اي حاجه. طبعا الام في الكائن لمام، بياكل عقارب، بياكل سموم، بياكل اي حاجه، بيقولش لا، ما بيخافش. تمام، مفيش حاجه اسمها ام في يتدرب. طبعا تربيه الانفت ممتعه جدا، هتربى في علبه، لازم حراره في الشتاء، حراره طبعا لاي كائن في الشتاء، من غير حراره حاجه هتموت لاي كائن. ممكن اجوزه والدنيا تمام، اتجوز في الاسر. ده كارونتاي بتعرفه زي الثدييات؟ اه بيتعرف. الله ينور عليك. ياكل دراي فود، ياكل طعام، ممكن الناس تحميهم، بيتحمي. الله ينور. بس في الشتاء طبعا الميه اول باول لاي حيوانات ضروري. عاملين كام؟ الحته 150 ما شاء الله عليك. نخش بعد كده على خش على السلاح، السلاحف في تشكيله كبيره ما شاء الله، ايه وكذا نوع. بصوا يا عمد طلع لكم مجموعه جميله من السلاحف، كلمنا عنهم يا حمد. ما شاء الله السلاحف نوع من انواع الحاجات الصحراويه اللي طبعا بتعيش في الميه، دي حاجة زي كده، دي صحراوي فأس ما شاء الله. وشفتوا ان انا عندك الجمعة اللي فاتت برضه، دي صحراوي ممكن السنة اللي فاتت عامل 350، دي حاجة اسمها سلوكاتا، دي بتوصل متر متر وي كمان. الله ينور. دي حاجة اسمها يوناني. عندك كل الانواع من السلاحف؟ اه الحمد لله. ده الخضروات ما شاء الله، ده احسن بقى، احسن حاجة. ده اشمعنى؟ ده سلوكاتا، ده بيوصل متر وصحته ونقعده حلوة. بتاكل ايه بقى؟ بيتربوا ازاي يا احمد؟ يا رب الاول مرة. التربية لازم رمل، وهو صغير كده تينا بتمص. عامل لهم حته زي كافر، ولازم يتعرضوا للشمس. لازم، ده اهم حاجه الشمس، غير الشمس يموت. الله ينور عليك. الذكر انت بتعرف؟ لا هو صغيرين بتعرف. هو كبير؟ هو كبير. الذكر يطلع كده على شكل مثلث والنتاع شكل ده. الله ينور عليك. نصايح للمبتدئين ما شاء الله، في كميات اهي ما شاء الله عليك. اخد بالي من وانا بشتري؟ اه من جسمها لو رجليها والصدفه ما تكونش مكسره، وتاخد بالك برضو حاجه صحتها تقيله وحته صحتها حلوه. الاسعار تبدا من كام؟ من اول 200. الله اكبر عليك. بصوا هنا ما شاء الله، الله اكبر، احمد الدولي حته تمساح نيلي ما شاء الله، دي كل الجلد بتاع 3 سنين. الله اكبر. اتكلمنا عن تربيه حاجه كبيره زي كده، خد سمك و او بانيو. والاكل بياكل اسماك ولحوم. ارفعوا شويه كده احمد، بصوا يعني طوله ده قد ايه مثلا؟ 70. خليك رافعه كده، الله اكبر عليك ما شاء الله عليك. اللي يربي حاجه زي كده يعني هتبقى هاديه معاه مثلا؟ لو بيربيها من صغيره هاديه، اي حاجه ياكلها، واعمل له جزء ميه وجزء يابس. اي حوم ياكلها. الله يبارك لك. اسعار التماسيح بتبدا من كام؟ بتبدا من اول 300 400 ما شاء الله. امسكه بس كده، لفه لي، لفه الناحيه الثانيه يا احمد. ايوه راح لساحب اديله حاجه ونفسك. ماشي تمام يا احمد. Let's go. Yeah.
I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. It's a new me, never gonna look back. I'm never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. حبيب قلبي تعبت معنا جدا النهارده بصراحه على دماغي يا صاحبي. بصوا تفعلوا اشتراك عشان اوصل لحضراتكم كل جديد. ثانيه واحده قلبي بصوا معاكم صباح. بصوا الحلبايه متلونه عامله ازاي. ثواني الله شوف دنيتي كده وكده بعدين. ده نمره واحد نمره تاني. حاجه دي بتاعتك يا جماعه. انا بقول لك ربنا يبارك لك فيه. الله يبارك لك. انت اخرج معاك كام؟ ما شاء الله قد الدنيا عشرة كام؟ الغنى اللي عندنا كام يا احمد؟ الصوت طلع علينا الجزء الحتة الجزء عامل 100. دي بتاكل بقى اكل الهلال الترسيم والكلام ده في جرايه ما شاء الله. في سعال عندك؟ ايه؟ سعال ايه؟ هنا ما شاء الله انواع من الابراص يا احمد. بياكلوا بقى الحيوانات اخواتنا الرجاله منورين يا عم انت بت اهل سوق جمعه. شكرا يا رجاله ولعتوا الدنيا حبيبي. يا اسلام عم يجي له اقسم بالله حبيبي يا قلبي نورتونا.